نتاع شرير ولا محتاج لحاجات اخرى. واحنا نناقشوا في كريم عبد العزيز في الحشاشين اداؤه لدور الشر الشرير الوديع، معناها لا فما شيء في وجهه، لا فما الحواج كبار، لا فما حد شيء. ساعه نحب ان نقول الاريج انه هذا بالنسبه لكريم عبد العزيز بالذات في الحشاشين، وانا توا احنا غاصين ونسمعوا في الانترفيو حتى معه هو وحتى مع بيتر ميمي اللي هو المشرف على العمل. هذاك المساج اللي يحب يوصله هون المخرج، لانه يلزم يظهر انه حسن الصباح كان شخصيه تجلب، سينو ما عندوش مريدين. فالمساج مش شرير مكروه لحد وش تم. علاش شنو هما الكريتير اللي خذوهم؟ معناتها تكون شخصيه كاريزميه، معناتها عندها كاريزم والعباد تغزر لها وتمشي معاها من غير تفكير، وهذا ينجحوا فيه واختاروا هذيك. فعادي جدا انت من مريدي حسن الصباح حسب يعني لا معجبه بكريم عبد العزيز، تحلم كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز حتى خطيبه في بالك صايره مشكله، فرض تعليق قالت له يا تعمل لحيه كيما كريم عبد العزيز في الحشاشين، يا هو يزيدك اكثر نعطيك حاجه اخرى. قالت له تلبسك الواحد ليه؟ قالت له تلبس. قال لها يا بنتي تذكر انا في السلك الحرس الوطني كان نعملها الحكايه دي. اسمعني يا برهان، ترسيني يسين وجهي في الواحد. وزيد اكثر من هكا راه فما استغلال لشخصيه حسن الصباح، لانها شخصيه جلبت العباد. ما في شخص كريم عبد العزيز استعملوا حسن الصباح في الببليسيتي اللي بعد المسلسل كشخصيه حسن صباح مش كريم عبد العزيز. توا نرجع للسؤال نتاع محورنا. الشرير حسب رايي مر بزوز مراحل في السينما. المرحلة القديمة اللي كان الشرير عنده تفاصيل في الوجه، وكان بشع، وكان يعني يخلقوله أماسك وعبارة. ريت المجرم في نظرية لامبروزي لازم يكون عنده وذنين كبار وخشم هكا معقد. عملوا صورة للشرير ذو البعد الواحد، الشرير اللي من أول الفيلم لآخر الفيلم هو شرير، ويخلي العباد الكل تتمنى في نهاية الفيلم أنه يموت الشرير. هذه وفما الشرير الجديد في السينما اللي هو الشرير المعاصر، اللي كل المخرجين تقريبا ما قدموا لك شرير هكاكا، ديما يعطيك حالته الاجتماعيه، شنو اللي خلاه يولي مجرم، شنو اللي خلاه يولي شرير. والنموذج الحقيقي لهنا في الفيلم الفظيع اللي هو اسمه الجوكر، هذاك اللي ورى لك كيفاش انه الفنان الممثل يعني شخصيه الجوكر راهو ماهوش شرير هكا، راهو الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه خليته شرير. وهذا ما عادش تسرق الكونديكتور، ما اعطيتوني كونديكتور، ما عادش ما نعرفش عليك شيك. كان المراسلات بيني وبين هيكل سلامه، اما الجوكر بالذات اما الملاحظه اللي نحب نطرحها، يعني انت توا ما نقدروش نحكيو على دور الشرير من غير ما نحكي على قوه الشرير الجديد. يعني انت اريج ما تتمناش مقتل حسن الصباح؟ لا، ما تحبوش يموت؟ لا، كيما يقتل رغم الجرائم اللي عملها، رغم قتل ولده، علاش؟ وعمل في مرته هكا الدنيا زاد، وعمل في هو في المشهد في حرق المسلسل، ولكن حتى عز بيا عمر الخيم كي ما حبش يبيعه وما حبش حتى يعطي المخطط نتاع القلعه. بر في عينك عمر الخيم، انت في عون عمر الخيم زاد ما تعطيش مخطط القلعه. انا شاكه في حاجه، يعني سامحني هو وعدك بالجنه، معطاك حاجات باش اثر فيك. كان جماعه عندهم الترجيل هما معطاك مفتاح الجنه ويظهر لي انت المختاره الجايه. معناها كان يجي حسن صباح في الواحد تمشي تشبه في انا عندي رؤيه اخرى برهان. شوف شخصيه في الدراماتورجيا في الكتابه، كي تقرا حتى الروايه القديمه من كامي، الشخصيه تتبدل تتحرك، فيها الشر وفيها الخير. تو انت باش تفهم الحكايه، شوف اش تخدم في البارا مثال، وقت اللي نغزر انا لشخصيه الباتشينو او شخصيه روبرت دينيرو، تشوف شخصيه الشرير كيما نقولوا نحن، لكن امام طمو فعل الخير، يحب لكن جاته امراه مثال، شو القوه ها باش نفهموا ان ثمش شر وخير. جاته امراه تكلم فيه قتلوا راهو يحب يخرجني من الدار على خاطر ما عنديش فلوس للكراء. قال لها كيفاش هذا ما يجيش منه وعيب وحرام وواحد وما يقعش تو ما عادش يخرجك. عيط لواحد قال له دخلوا هذايا، مشى له جاي يبكي قال له مقتلوه. شوف من هنا عطى للمراه دار تسكن بلاش، هاو الخير، ومن هنا قتلوا. دونك ما عندناش الحق نحكيو مع الانسان منهجيا. واضح ناكد كلام عماد الكتيبه
شرشبيل في الصور المتحركة. شرشبيل شرشبيل تكرو. انا نوعدكم يا جماعة الخير نتواعدوا حلقة خاصة على شرشبيل. شرشبيل والسنافر كل سنفور كل سنفور في رذيلة من الرذائل البشرية في رذيلة الكذب والرصيص البشرية حلو الكسل كتبها جوزيف بربرا. هو راهو يقاوم كما قال نجيب شرشبيل في الرذائل سيتابعهم إلى آخر يوم في حياته. ولو شرشبيل الناس كل تكرو الناس كل تكرو فكله درد على خاطر فكله مصلحته. لا فكله مصلحته يا جماعه بربي خليه يقتل. بربي فما زاد ملاحظه اخرى. صحيح ما نجموش نفصلوا اما مش احنا اللي فصلنا احنا نحلوا اللي قريناه واللي شفناه في وقت من الاوقات. نحكي على السينما كان خليني كمل فكر تي بعد. لا ما بديتش باش تقص سالوة. ما قلت شيء. السينما المصريه بدات ضعيفه يا ودي. شكون خرج يحكي على السينما المصريه؟ هذا موضوع ما تقصش علي. انا بديتها ما بديتهاش الفكره باش تقص. مش تحكي انا قلت انت عرفني طاش باش نحكي. مش تحكي على السينما المصريه. يا ودي جيوز اي مش تحكي. يمارس في هوايته المفضله. المهم يقص باهي عطيتك قصيده. يا ودي يا جيوز يا ودي خلاص في لحظة من يا انت في لحظة في لحظة حتى انت قصت علي في لحظة من بطبيعة الحال عادي دل البرهان. في لحظة من اللحظات كنت نشوف في الدراما جدا دراما خليها من لا والله باش نقول هذه باش نقول في وقت من الاوقات المخرجين كانوا عندهم دي بروفيل واحد يقول لك هذا عندي دور شرير نمشي نجيب اكس ويغريك خاطر معروفين بدور الشر. اليوم محمود مرسي انا خرجته من له علاش؟ على خاطر اليوم زي نفس الممثل يعطيك يمثل في مره شرير مره قبل ما كانش قبل كان هذي مثلا معروفه الفنانه هذه طيبه امينه رزق ديما الطيب. لا حتى في السينما الامريكيه. لا دقيقه لا تقول علاش يا ولدي هو ضعف لكنه انا المره هذه ملاحظه منهجيه. لا على ضوء الكلام هذا لا هاو القوه الجديده هذاك علاش برشا يقولوا انتم منبهرين بالحشاشين بالضبط. لا راهي حكايه تتجاوز قصه المصريين والبروباغندا والواحد. لا شفتوا دور زيد بن سيحونة احمد عيد شكون مثله؟ احمد عيد كوميدي. هذه احمد عيد اللي مثل في سقوط بغداد ومثل كوميدي ضحك مثل دور المتجاب زيد بن سيحون مجرم ضحكه له دراما حتى علاقته الداخليه النفسيه بالحسن الصباح الدراما هذيك من تابع ومؤمن اول ثم الى ضحيه من ضحايا حسن صباح كيف يتحول كوميدي الكوميديا احمد عيد مش اللي يجي. انت عندك التوانسه سينما مودرن برهان نجيب انت تتخيل كوميدي تونسي نجم يؤدي دور دراماتيكي ما قديش اما اجي اقول لك اما توا السينمائي شوف برهان السينمائي الموديل توا شكونه هو البوليفالون في وقت السبعينات والستينات السينما الموديل هو المونو يخدم حاجه بركه توا البوليفالون واضح نجيب مسألة منهجية وبعثوها لي تو انا لاحظتها تفضل لاحظتش برهان كي تكلم سلوى انت تركز وتغزر لها وتصلي على النبي بطبيعة الحال عادي جدا لا عادوا والله بصير عادي جدا مش عندي نعم يدي في بيك تنجي كباب ما لبس اغزر لك لك انت بتصلي على النبي هاسيله ردها عليها ردها عليها توقفتي على الملاحظة هذه